كنترول يا كنترول عندي رمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي برنامج رمعة. نتواصل معكم مجددا بفقراتنا التي نتمنى أن تنال على إعجابكم واستحسانكم ورضاكم بإذن الله. آليتنا كما هي، بطارية راح تكون قدامكم على الشاشة ب3000 ريال لكل متصل رمعة واحدة، إذا كانت صح يستحق 3000 ريال، وإذا كانت خطأ تنقص البطارية 500 ريال وتنتقل الرمعة إلى المتصل التالي. بعد الترحيب بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يسرنا أيضا نرحب بضيوفي في هذه الحلقة، بداية مع الشاعر والإعلامي علي بن محمد أبو الرحمة. مرحبا ومسهلا يا أبو محمد. الله يرحبك على فضله يا أبو تامر والربع والمشاهدين. نعم، أيضا نحيي ضيفنا الكريم أحد الشعراء الشباب المتميزين دائما وأبدا، الشاعر بطيب مسفر الحبابي. مرحبا ومسهلا أبو مسفر، سعداء بتواجدك معنا للمرة الثانية. الله يبقيك يا أبو ثامر والشرف لي والله. طول عمرك. وأيضا نرحب بالشاعر والإعلامي سعيد القرني. مرحبا ومسهلا أبو عبد الرحمن. تبقى طويل العمر، أرحب أمسي عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين. يا مرحبا. وأيضا نرحب بعازف الرباب علي ابن دهمة. مرحبا ومسهلا أبو سعيد، والحمد لله على السلامة. الله يبقيك يا أبو ثامر، الله يسلمك إن شاء الله والمستمعين والمشاهدين. نعم، وأيضا نرحب بالشاعر والإعلامي الأحذار مصباح الكبيسي. مرحبا ومسهلا أبو صباح. يا مرحبا بك يا أبو ثامر بالأخوة الموجودين والمشاهدين. نعم، وترحيب أيضا بالكنترول ناصر الزعبي. مرحبا ومسهلا أبو حمد الشاب. الشاب ناصر الزعبي، ما عندنا مشاكل. الله يحييك ابو ثامر والاخوان في المجلس ومشاهدينا الكرام ومستمعينا على الاف ام، وان شاء الله نتوفق ان شاء الله نقدم ما يليق ان شاء الله في ذاقته باذن الله. ان شاء الله نقدم ما يحوز على رضا مشاهدينا الكرام. بلا شك احنا في هذه الايام نستعد لاستقبال يوم عزيز علينا جدا، يوم عزيز وغالي على جميع اهل قطر حكومه وشعبا، وهو يوم الوطن، يوم ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه في 18 ديسمبر. نتمنى بإذن الله أن نكون جميعنا على استعداد لتقديم كل ما هو يليق بهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. أبو محمد، يوم عزيز علينا جميعا، نستعد لاستقبال هذا اليوم، يوم ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. الله يرحمه ويسكن هالجنة. هذا اليوم طال عمرك عزيز علينا جميعا، عزيز على أهل قطر وعلى الناس اللي ساكنين في هذا البلد العزيز. نعم. فاليوم الوطني طال عمرك ذكراه عزيزة علينا وعلى شباننا وعلى أهل قطر كلهم، يعني أكيد. سواء ذكر أو أنثى. صحيح. وكل واحد يقدر مثلا يقدم فيه ما يستطيع. ما يستطيع من جهد أو من عمل يثري ويذكر الجيل الجديد بهذا فعلا. اليوم ومسيرة الآباء والأجداد فعلا. الله يجعلنا جميع في خدمة هذا الوطن، يستعد على قدم وساق لاستقبال مثل هذا اليوم، اليوم الوطني، يوم ذكرى المؤسس، وأيضا اليوم الوطني لدولة الحبيبة دولة قطر. أبو مسفر، بلا شك الشاعر دائما ما يكون له أيضا تحضيراته في مثل هذا اليوم العزيز والغالي علينا. وفي شك يا أبو ثامر، وأنا طبعا اعتبرها الحسن حظ اني حضرت في هذه الحلقه بالذات. ولو يسعدنا ويشرفنا. انت يا ابو ثامر ذكرت يوم عزيز علينا كلنا، يوم التكاتف والولا والعزه، يوم يعني له القطر الشيء الكثير. نعم. يعني ما تشوف البلد كله يتزين بالاعلام او بالعلم الرمز، اكيد كلنا نفرح ندعم. نعم نعم، يوم الولاء لسيدي سمو الشيخ تميم بن حمد، يوم الوفاء للاب القائد حمد بن خليفه، حقيقة يوم غالي علينا كلنا. نعم، أيضا أبو عبد الرحمن، بلا شك مثل ما ذكرنا الجميع يستعد لمثل هذا اليوم، يوم التحام الشعب مع القائد وأيضا القائد مع الشعب، يوم ذكرى الشيخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. بلا شك الجميع يستعد أيضا، مثل ما أخذت نفس السؤال اللي طرحته على أبو مسفر بالنسبة للشعراء، أنت أيضا شاعر أبو عبد الرحمن، أكيد أنك تستعد لاستقبال هذا اليوم. اليوم الوطني طبعا أهل قطر كلهم يحسبون حسابه ويعدون الأيام له فرحتهم به. نعم. وكذلك المقيمين، ويوم عزيز على قلوبنا وعلى قلوب عيالنا، حتى أن أولادنا استعدوا في المدارس لهذا الشيء، وهذا شيء جميل
ممتاز ان حتى الاطفال عرفوا معنى الوطن ومتى اليوم الوطني ومتى تاريخ، وهذا شيء يعني يفرح الاباء حقيقه. الوطن ما في شك في قلوبنا في قلوب اهل قطر كلهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الامن والامان وان يطول اللهم امين في عمر قائدنا اللهم امين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله اللهم امين. اكيد ابو سعيد ان بعد هذا اليوم فرصه للانسان انه يعبر ايضا عن مشاعره، بلا شك التعبير انه حتى في الايام العاديه، ولكن مثل هذا اليوم اللي فيه التكاتف فيه الولاء فيه العزه لهذا البلد المعطاء، لابد ان حتى كل الجميع انه يشارك في مثل هذه الفعاليات صحيح. في مثل هذه الاحتفالات بهذا اليوم العزيز علينا. صحيح، هذا يوم غالي علينا على قلوبنا كبارنا وصغارنا، كلنا نستعد ان شاء الله له، والله ان شاء الله يقدرنا على اللي فيه الخير والهدايه. اللهم امين إن شاء الله. اللهم امين اللهم امين. ايضا ابو صباح شاعر، بلا شك هناك استعداد لليوم الوطني. والله هذا اليوم بس ما يستعد فيه بس الأب ولا الأم، لكن الأطفال الصغار أكثرهم مستعدين لهذا اليوم، واجبنا اتجاه ويتمنون هذا اليوم، واجبنا اتجاه هذا الوطن يا وإحنا أبو الصباح. طبعا واجب كل واحد أمام هذا الوطن رفعة الوطن وعزة الوطن ويحرص على ظهور الوطن، تقديم الوطن الأفضل لهذا الوطن بكل ما يسعد الناس أو يزين الوطن عند الناس. وإحنا نوصي بعد من هذا المكان مثل ما أوصوا في الصحف المحلية الشباب أن يستغلون هذا اليوم في الفرحة، وما يصير فيها بعض الأمور الغير مرغوبة في المجتمع. لا بلا شك لابد أن يكون الاحتفال بمثل هذا اليوم يعني بشكل مثالي للتعبير عن حبنا وولائنا لمثل لوطننا العزيز والغالي علينا جميعا. نعم أكيد أبو حمد. والله أبو ثامر الوطن، كلمة الوطن هذا شيء عظيم عند الإنسان، تسمع يعني اليوم الوطني يجينا مثل الزائر الغالي اللي يجيك تجهز له تبي تقدم له شيء، ولكن مهما تقدم فلن تقدم له تعبير عما في خاطرك، ولا حقه أكبر من أن تقدم له الإنسان. أكيد تسمع. فكلنا إن شاء الله نستعد وكلنا فرحانين وكلنا نشارك إن شاء الله في اليوم الوطني والاستعداد له، ولكن مثل ما تفضل أبو صباح أن تكون إن شاء الله الاحتفالات والاستعدادات إن شاء الله في نفس الوقت نحافظ على منجزاتنا، على سلامة أطفالنا، على سلامة أهلنا، كبار السن، مقيميننا، كل من هو على أرض الأرض الطيبة فهو على يعني أمانة عندنا، لابد المحافظة والالتزام بالقوانين، تعليمات الجهات المعنية، حتى تكون إن شاء الله فرحة ما يكون فيها هناك أحزان لا سمح الله. أكيد قلوبنا موارد عزنا، بلا شك حبنا لهذا الوطن هو اللي يدفعنا للرقي به إلى أعلى المستويات، يوم التكاتف، يوم الولاء، يوم العزة، يوم 18 من ديسمبر ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى. طبعا سوف ننتقل إلى فقرتنا الأولى مشاهدينا الكرام، وهي من الشعر كما عودناكم دائما، ومع الشاعر ناصر بن مهدي الدوسري. يقوم ما في الحي ماوى ومطافي، أفيدوا كئيب زايد الشوق متلافي، أفيدوا على الحيان والحي والحمى، كئيب على الطريا عطوف وميلافي، أفيدوا كئيب عن قطر كل ما ذكر تزفر ودمعه فوق لو جان درافي، براهنية ومكابد الهم والأسى رسب كيلة في عالم الخلد متجافي، على الحي شكوى الحي لشتو سرها لهالأمر ما يخفى على خالقي خافي، شكينا الحلال المشاكل يحلها ولا قلتها طاري على القلب من كافي، ولا قلتها قصدي بها قضي حاجة سوى رحلتي عنها مفيد ومتشافي، يا قوم عوجولي خذوا ما بخاطري أعطوني خبر واستوردوا علمي الشافي، خذوا ما صدر من مهجتي شرح رحلتي تفاصيل حاميها عن الشك صرافي، تجولت في البلدان حتى عرفتها عرفت الدير وقرسير للأثر قافي، كذا قال شاعر كلمة الحق ناصر يصرح بها والعلم له لذك كافي،
مضى ما مضى من ماضي اللفظ وانقضى، وهذه بلاد العز للشمس تنشافي، هذه قطر عنها الخبر دار وانتشر، وهي في حسابي كالعلم فوق مشرافي، بهالمبتدا والمنتهى غاية المنى، لها الفضل في الأول وهي غاية القافي، أهلها شيوخ شاعب الطيب ذكرهم كساهم من طيب النبا خامها الضافي. الشاعر ناصر بن مهدي الدوسري من المؤسسين للبرامج الشعبية في إذاعة وتلفزيون قطر، وأيضا كتب العديد من القصائد المطولة سواء كانت الوطنية أو الاجتماعية وأيضا القومية، وله العديد أيضا من القصائد في جميع أغراض الشعر، ومن الشعراء القدامى والمعروفين عندنا لدينا أو لدينا في دولة قطر. بلا شك الشاعر دائما ما يحب أن يكتب على النظم أو الطرق الهلالي، واشتهر بهذا الطرق. توفى رحمه الله عام 2001 ميلادي. شاعر من الشعراء المعروفين، يمكن تعاصرته أيضا أبو محمد من خلال أيضا تواجدك في إذاعة وتلفزيون قطر. صحيح، طال عمرك ناصر، الشاعر ناصر بن مهدي بن محمد بن مهدي الدوسري، شاعر طال عمرك غني عن التعريف، وسبقا احنا تكلمنا عنه هذا الكلام. وناصر هو يعني بدايته يعني بداية البرامج الشعبية، نعم، مثل ما ذكرت طال عمرك اللي هو برنامج البادية، كان هو الله يمسيه بالخير عبد الله بن محمد الغالي، كانوا هم المبتدئين وكانوا مع بعض في برنامج ركن البادية، نعم، وحنا التحقنا بهم بعد ذلك يعني، فهم كانوا هم المؤسسين للبرامج. بعدين ناصر خذ برنامج آخر سماه برنامج مع الشعراء، نعم، وعبد الله الغالي استمر مع برنامج البادية على أساس كثرة الشعراء، لأنهم شافوا كثرة الشعراء، فعلى أساس يكون يعني نوع من التنافس لخدمة التراث. نعم، هذه كانت فكرة جيدة. طيب حلو. فبعض الشعراء راح مع عبد الله الغالي، والبعض الآخر مع طيب مع ناصر. بالنسبة لهذه القصيدة، طبعا هذه قصيدة كتبها في غربة، هذه قصيدة كان طال عمرك في علاج، نعم، كان في بيروت، نعم، في لبنان، واشتاق للوطن، وانا خابرها القصيدة هذه طال عمرك، واشتاق للوطن، وتخبر الواحد إلى راح في غربة دائما ما يكون لها اشتاق لبلاده، نعم، والحمد لله احنا في مناسبة طيبة وهذا وقتها، ولذلك انا اخترت بيتين من القصيدة. وناصر مثل ما ذكرت غني عن التعريف، يعني معروف على مستوى الخليج، نعم، يعني شاعر كبير من الشعراء الكبار المعروف، يقول هذه قطر عنها الخبر دار وانتشر، يعني ما دام نحن في اليوم الوطني، نعم، هذين البيتين يعني كان يعني تكفي حتى عن القصيده كامله. هذه قطر عنها الخبر دار وانتشر، وهي في حسابي كالعلم فوق مشرافي، بها المبتدا والمنتهى غايه المنى، لها الفضل في الاول وهي غايه القافي. الله صح لسانه والله يرحم قافي، الله يرحم شاعرها، شاعر ناصر ابن مهدي الدوسري ابو مسفر. قصيده ايضا فيها حنين للوطن من الغربه، بلا شك الوطن يستحق اكثر من ذلك. ما في شك، الوطن مهما قال الشاعر يبقى مقصر اكيد في الوطن. مثل ما قال اخوي بالرحمه، انا ناصر بن مهدي، ناصر بن مهدي شاعر علم من رموز الشعر في قطر، اشتهر كذلك بنقطه اللي هو أكثر من أغلب قصائده والأكثرية على الطرق الهلالي، نعم، وكان يحب هذا الطرق ويجيده إجادة تامة، فعلا. والدليل هذه القصيدة من إحدى قصائده على الطرق الهلالي، صحيح. الله يرحمه اللي نقول، اللهم أمين، عساه الجنة إن شاء الله، اللهم أمين. أهلها شيوخ شاعب الطيب ذكرهم، أبو عبد الرحمن كساهم بياض النما، النبا خامه الضافي. الشاعر ناصر المهدي شاعر غني عن التعريف الله يغفر له، شاعر خدم الشعر والأدب في دولة قطر، وله دور كبير في إبراز الكثير من الشعراء في دولة، نعم، قطر في البرامج التلفزيونية، وكان له مجلس، أذكر أنه كان له مجلس أسبوعيا يجمع أهل الشعر والأدب ويتناقشون في هذه الأمور. وطبعا قصائد ناصر الدوسري معروفة، تنقلوها الناس، موجودة في كل مكان، قصائد أيضا مطولة، وهذا أيضا قصيدة، صحيح، بعد، صحيح، في الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقمده ورحمته، اللهم أمين، فسيح جناته، اللهم أمين. أبو سعيد طال عمرك،
دائما ما تختار لنا ابيات مميزه من خلال اطلاعك على بعض القصائد السيد. ما عليك سعود يا ابو ثامر، هذا شاعر ناصر المهدي الله يرحمه في سكنه الجنه، شاعر عالم من اعلام الشعر، وشاركت انا معه في ركن الباديه، وكان عنده برنامج ركن الباديه وجلس الشعراء، شاركنا معه قصيدته لي على بحر الهلال وطيبه، انا اخترت من هذا البيت يقول: شكينا الحلال المشاكل يحلها، ولا القلب طال له طال له، ولا طال على القلب من كافي. كافي إيه. هذه بيت الله يرحمه، وكلها طيبه بيتها كلها، لكن شوف الوطن يا ابو صباح حنين بعد غربه طبعا. نعم، وتبين القصيده، قصيده ناصر بن مهدي رحمه الله عليه، هو قنع التعريف وتكلمنا عنه كثير، وانا يعني قصائده كثيره كثيره جدا، لكن اختيار هذه القصيده موافق للوضع اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه. اكيد. فقلت الحنين للوطن، وفعلا هو عنده في البيت الثالث لو شفناه يقول: افيد كئيب عن قطر كل ما ذكر تزفر، ودمع فوق الاوجان ذراتي براهنية، ومكابد الهم والأسى، رسب كيله في عالم الخلد متجافي. يعني كان الظاهر في القصيدة هذه كان مبتعد عن الوطن، فالشوق للوطن والحنين أيضا والحنين، فما شاء الله يعني أفادنا بها، يعني قال أفيد كئيب، وهو أفادنا بها بعد، أفادنا بها القصيدة رحمة الله عليه. أبو حمد والله الله يرحمه، مثل ما تفضل هو شاعر غني عن التعريف، وانا عرفته بعد عن قرب. من اروع الابيات اللي اختارها ابو محمد، بس فيه برضه قدامها بيت: مضى ما مضى من ماضي اللفظ وانقضى، وهذه بلاد العز للشمس تنشافي. فمن اجمل ما يقدمها مثل هذه المناسبه الغاليه علينا جميعا. الله يرحم الشاعر ناصر بن هدي، شاعر وعلم من اعلام الشعر. بس كان ودي انك سالت علي بن سعيد، يقول انه شارك معه في الربابه في الثمانينات، كم عمره ذاك الوقت؟ بس كان احنا ناقشناه في الموضوع، بس انت صغير مو كبير. يقول مثلي لحي، كان انا خابره علي يوم كان عمره 13 سنه. 13 ما شاء الله. الله يعطيك الصحه ويعطيك الله يحفظك. ليش ابو محمد عشان اضحك؟ طبعا مشاهدينا الكرام، بذكرى هذا اليوم العزيز والغالي على قلوبنا، ايضا بالنسبه لقناه الريان تستعد ايضا لمشاهديها ومستمعيها الكرام ببرامج متنوعه بمناسبة اليوم الوطني، ومن ضمن هذه البرامج المميزة بمناسبة اليوم الوطني قناة الريان أيضا تقدم لكم برنامج زكريت، برنامج تنافسي ترفيهي يعرف بالتراث القطري، سيبث يوميا على الهواء مباشرة بعد 10 مساء ابتداء من تاريخ 8 إلى 18 ديسمبر ولمدة ساعة كاملة، ويتناول على تقديم هذا البرنامج الزملاء خالد الجميلي وصباح الكواري وأيضا زميلنا حمد العيدة. ندعوكم لحضور هذا البرنامج اللي راح يكون في درب الساعي وأيضا في خيمة الفريق، لأن البرنامج تفاعلي وأيضا البرنامج مباشر مع الجمهور، ويحضر له أيضا العديد من الجوائز المالية والثمينة، وفيها أيضا سيارة راح تكون هدية كل يوم لأحد الفائزين. بإذن الله نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم أيضا أن يعني تستمتعوا بهذه الفعاليات وهذه البرامج في هذه الأيام العزيزة والغالية علينا جميعا. أبو مسفر، بلا شك احنا مثل ما ذكرنا أن الشاعر دائما يستعد لليوم الوطني، بلا شك أكيد أبو مسفر أنه مستعد لهذا اليوم الوطني بقصيدة، احنا أيضا متشفقين نسمع القصيدة. الله يطول عمرك. ما في شك يا أبو ثامر، احنا متجهزين بأكثر من قصيدة بإذن الله. لكن سبق وجيهكم بإذن الله، لكن سبق وقلت أنت وقالوا الربع كلهم أن الوطن مهما تكلمنا ومهما فعلنا ومهما سوينا يبقى شيء، نبقى مقصرين ويبقى هو شيء فوق اللي احنا نقدر، أعظم ما قيل فيه. نعم، لكن هذه مشاعر والشاعر يعبر. أكيد، بيض الله وجهك. وجهك أبيض. جه السلام. يقول: يا دار ما مثلك على الدنيا بلد، بلد شعبك كريم وكل حكامك دهاه، الله الحاكم لشعبه سعدهم والسند والشعب، للحاكم وللدولة ولاه. سلام. يا دار ما مثلك على الدنيا بلد، شعبك كريم وكل حكامك دهاء، الحاكم لشعبه سعدهم والسند والشعب، للحاكم وللدولة ولا، ومن حولنا شعب الدول حرب ونكد بلا ولا،
والشعب يحكمهم طغاة، وحنا بأمان وأمن ونعيش برغد. واليوم هذا يوم شد الانتباه، حاجة ما قد صارت على طول الأمد، واليوم للأجيال تنقلها الرواه. أبو حمد، أبو تميم، أبو حمد ثلاث حكام على قيد الحياة. يا سلام، صح لسانك، صح الله بدنك. حاجة ما قد صارت على طول الأمد، واليوم للأجيال تنقلها الرواه. أبو حمد، أبو تميم، أبو حمد ثلاث حكام على قيد الحياة، وحمد حكمها يوم ما عنها مصد الشعب همه والوطن ولا سواه. وعد وعز الله صدق ووفى الوعد، خلاه قطر كوكب الحالة في سماه. الله السلام عليكم. الله السلام. لو همه الكرسي ما سلم هالولد، همه تميم يكمل اللي قد بناه. وتميم قال أبشر وخذ مني عهد، أمشي على نهجك بنفس الاتجاه. أسس كسد، بنا كسد، حكم كسد، يا دارنا عيشي ونامي في ذراه. وحنا لمير الدار صف متحد، وحنا لمير الدار صف متحد، وحب الوطن فرض مثل فرض الصلاة. ثلاث ما فيها مجادل للأبد، حب الوطن وارواحنا تفدى ثراه، وطاعة تميم أميرنا وجه السعد. ونبقى نحبك يا حمد طول الحياة، نبقى نحبك يا حمد طول الحياة. صح الله يسامحك، صح الله يسامحك، بيض الله وجهك على القصيدة. بيض الوطن يستاهل أكثر، أكيد الوطن يستاهل منه الكثير والكثير. بيض الله وجهك أبو مسفر، ما قصرت، شاعر من الشعراء اللي نتشرف تواجدهم معنا في هذا البرنامج. شرف لي، الله يطول عمرك. وعمرك ما يقصر، طال عمرك السامع ومشاهدينا الكرام. الغاز مش علومها اليوم؟ هذا طال عمرك سهلة إن شاء الله. اليوم احتفالات وفرحة ومناسبات. شوف احتفالات وفرحة هذا شيء مقدمات منه. لكن هل الغاز فعلا سهلة؟ والله لك عليها، لك عليها. لو صعبها اليوم طال عمرك يعني حين سمحناه في الأمور وسامحوه في الأسابيع الماضية. نعم. في الحلقات الماضية ممكن فيها مسامحة، لكن نعم. حن في 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 وجبة طيبة. نعم. اليوم الوطني، فلو صعبها اليوم نطلع عليها الكرت البنفسجي. البنفسجي هذا وش معنى؟ كرت جديد. طيب وش هل هو طارد، هل هو اندار، هل وش؟ قابل الأزرق. لا انسكته، ما عاد يحكي بالله. طيب شلون نطرح الغاز؟ ناخذ منها الألغاز ونعطيها أبو عبد الرحمن. بينكم ولا ما له علاقة؟ العلمك أنا استلمت في كنترول من أبو عبد الرحمن الغاز. طيب أنا تلميذ من تلاميذ أبو عبد الرحمن وأبو محمد. الله يرحمه. لا عزيز. طيب إذا مشاهدينا الكرام راح نبدأ معكم بطرح الألغاز. أتمنى كتابة الألغاز، وإن شاء الله أنها تكون إن شاء الله ألغاز سهلة، وإن شاء الله أيضا تقدرون توصلون للحل. المداخلة معنا في البرنامج راح تكون أرقام قدامكم على الشاشة، 54181 54181 للمداخلة معنا سواء كان من قطر أو خارج قطر. 54181 قدامكم الآن على الشاشة، 54181. توكل على الله، نطرح لكم اللغز الأول. أبو حمد ولتهون، اللغز الأول يا أبو ثامر ومشاهدين الكرام. يا ويش رجال نحبه ونغليه، يا ويش رجال نحبه ونغليه، من شوقنا له نستعد لقدومه، من شوقنا له نستعد لقدومه. واحد واليمن مر بانت مواريه، واحد واليمن مر بانت مواريه، وفي كل دار له أخوان محشومه، وفي كل دار له أخوان محشومة. انتهى اللغز يا أبو ثامر يا مشاهدين. نعم. الكرام، إذن هذا هو اللغز الأول مشاهدين الكرام. أتمنى إن شاء الله أن يكون سهل، وأتمنى إن شاء الله أنكم قدرتوا أيضا تكتبون اللغز من خلال تواجد أمامكم على الشاشة. بنعطيكم مجال تفكرون ومتواصلين معكم، ولكن بنطلع فاصل وبنرجع، خلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، وبعد ايضا ما طرحنا لكم اللغز الاول. نرجع مره ثانيه نعيد لكم اللغز الاول. ابو حمد ولتهون، اللغز الاول، يا ويش رجال نحبه ونغليه، من شوقنا له نستعد لقدومه. واحد واليمن مر بانت مواريه، وفي كل دار له اخوان محشومه. يا ويش رجال نحبه ونغليه، من شوقنا له نستعد لقدومه. واحد واليمن مر بانت مواريه، وفي كل دار لها أخوان محشومة وهم حشوم، والله يعينهم.
طيب اذا هذا هو اللغز الاول، ان شاء الله انكم قدرتوا توصلون للحل مشاهدينا الكرام. ومعنا اول متصل حمد من الشيحانيه. مرحبا يا حمد. اهلا وسهلا عليكم. مرحبا ومسهلا، يلا حيه. مساك الله بالخير. الله يمسيك ويرضى العافيه، مرحبا وسهلا. اللغز شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ولا شهر الاضحى. اذا سحلاويه. متبقي معنا 2500 ريال في البطاريه، ومعنا ايضا اتصال من المملكه العربيه السعوديه من اختنا شريفه. مرحبا يا شريفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا ومسهلا. يا هلا بك. رمضان يا شريفه. العيد. الاضحى ولا رمضان؟ ندري. إذن العيد غير صحيح. باقي معنا 2000 ريال، ولا هو بالعيد، لا الاضحى ولا ايضا عيد رمضان. اذا متبقي معنا 2000 ريال في البطاريه. ايضا معنا اتصال، من وين الاتصال؟ الاتصال من المغرب، من ناصر، احد ابناء هذا الوطن المعطاء، يشرفنا بمداخلته معنا في برنامج رمعه. ناصر مرحبا يا سمي، يلا حيه. حياك الله، الله يبقيك. كيف الحال، طال عمرك؟ الله يسلمك، شلونك عساك بخير؟ يسرك الحال، طيبين، وانت والله يوفقكم انت وزملائكم واخوانكم اللي في القربه، ويردكم علينا بالسلامه رافعين الراس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. رمعتك يا سمي. اليوم الوطني. تستاهل والله، ولو انك كنت حتى يوم السبت كنت صح لسانك. تستاهل يا ناصر. ناصر. تستاهل، والله تستاهل يا ناصر. ناصر. نعم تفضل. أول شيء أحييك على هالمداخلة وسعداء مداخلتك معنا وأيضا تواصلك معنا. ناصر في المغرب دراسة سياحة. أنا طال عمرك حماية لمغسم الوير. نعم، بيض الله وجهك على هالمداخلة. وشلون عرفت أن اليوم الوطني يا ناصر؟ كيف؟ شلون عرفت أن اليوم الوطني؟ لأني شاعر طال عمرك. ونعم وصح لسانك. وتستاهل 2000 ريال، وكل عام وانتم طيبين. بيض الله وجهك يا ناصر على المداخله. اذا حل اللغز الاول كان اليوم الوطني، يمكن تكلمنا حتى احنا في البدايه عن اليوم الوطني وايضا الاستعداد لمثل هذا اليوم الغالي والعزيز علينا جميعا. اما الان نطرح لكم اللغز الثاني، وايضا استعدوا لكتابه اللغز الثاني. ابو حمد رتون. اللغز الثاني يا ابو ثامر يا مشاهدينا الكرام، شامخ ولهيبه ومنزال عالي، شامخ ولهيبه ومنزال عالي، عند البشر معروف في كل ديره، عند البشر معروف في كل ديره، شرقا وغربا وللجنوب وشمالي، شرقا وغربا وللجنوب وشمالي، له استدارات عليها كثيره، له استدارات عليها كثيره. شامخ ولهيبه ومنزال عالي. نعم. عند البشر معروف في كل ديره. نعم. شرق وغرب وللجنوب وشمالي. وشمالي له استدارات، له استدارات عليها كثيره. كثيره. اذا هذا هو اللغز الثاني مشاهدينا الكرام، اتمنى ان شاء الله انه يكون لغز سهل تقدرون توصلون لحله. يمكن انا ما اخذت ايضا ارائكم في اللغز الاول، لكن باخذ ارائكم في اللغز الثاني. ابو محمد. نرجع للغز الاول. بالنسبة للغز الأول لأنه كان حديث المجلس الليلة، ولذلك دخل عليه الأخ. لكن اللغز الأول ما فيه إلا مفتاح واحد. طيب هذا بالنسبة للغز الأول. بالنسبة للغز الأول ما فيه إلا مفتاح واحد، على أساس طال عمرك يكون يعني توضيح بعد حل اللغز. طيب للمشاهدين اللي يبغي مثلا كيف الدخول على الالغاز. لا يعني هذه احنا شرحناها في حلقات عده ابو محمد، اكيد ان مشاهدينا صار عندهم خلفيه عن هالموضوع بشكل اكبر، لكن اللغز الثاني تشوفه سهل ولا صعب؟ لا ولا زلت يا ابو ثامر اصر على اللغز الاول. طيب وله في كل دار، وفي كل دار لاخوان محشومه اللي هو الاحتفالات في اليوم الوطني في كل دار. طيب. اما لو اما الثلاث الشطرات الاولى ممكن تاخذ اشياء اخرى ما نتذكر. طيب اللغز الثاني. طيب اللغز الثاني طال عمرك صعب. صعب. نعم. بالنسبة لي أنا صح. سعد بطي. أنا أرى أنه متوسط. متوسط. نعم لو يركزون راح يقدرون يوصلون للحل. نعم يقدرون. أبو عبد الرحمن. أرى أنه سهل إن شاء الله. سهل بيحلونه إن شاء الله. أبو سعيد. والله أنا أقول في غاية الوسط. في الوسط. وسط. وسط. أنت تقول. أنا أقول وسط. وسط. نعم. وإذا ما هو بوسط سهل. لا وصلنا على بر. وسط ولا سهل؟ وسط. وسط.
أبو صباح. سهل مثل الأول. أنت بتطرح رأيك في اللغز الأول. لا خلاص. زين. ما قصر أبو محمد وضح المسألة كلها في اللغز الأول. طيب. لا أنا أتوقع أن اللغز الأول من شوقنا له نستعد في قدومه، هذا بعد أيضا مفتاح آخر للغز. لا لا كان الحديث يا أبو ثامر خلينا واقعيين. لا أنا معك أنا معك. قال رمضان. صحيح. ترى يركب. بس لأن حديث فالدعوة تحتاج إلى ذكاء من المشاهد. نعم ممكن بعد أنت أشرت. لو أن في وقت آخر. بعد على الشطر الآخر صح ممكن أن يكون رمضان فعلا كلامه في محله وفي كل دار الأخوان أم حشومة. أبو رمضان الشطر الأخير في كل دار وعندنا. لا لا أنا أتكلم أن أبو محمد يقول أن في أن الشطر الأخير أكد عنه اليوم الوطني. صحيح. هذا هو الكلام اللي بيوصله محمد. طيب. اللغز الثاني. اللغز الثاني والله. إيش قلت؟ سهل. مو شغلك وش قال؟ جاري ما يمخالع. سهل. خد تشاور يا أخي وأمر شورا بينهم. إذا عندنا ثلاثة قالوا سهل وعندنا اثنين قالوا وسط. أبو سعيد أبو مسفر قالوا اللغز وسط. نعم. سهل بعد الرحمن. وسط سهل قلت. سهل. سهل أبو صباح قال سهل. وايضا ابو حمد قال سهل. ومعنا اتصال من من؟ عندنا اتصال من فاطمه من المعيذر. مرحبا يا فاطمه. يا فاطمه هلا والله. مسيكم الله بالخير. الله يمسيك برضه والعافيه. يلا حيها ونبارك لكم اليوم الوطني ان شاء الله لدوره قطر. الله يبارك لنا ولكم وكل عام وانتم طيبين وان شاء الله في امن وامان وطاعه رحمه الله. الله يحمي قطر حكومه وشعبا. آمين. رام عدس يا فاطمة. والله إن شاء الله بإذن الله تكون صحيحة. أنا أقول إن شاء الله أنها العلم. عسلة وهي العلم. العلم تستاهلين 3000 ريال يا فاطمة. إذن فاطمة تستاهل 3000 ريال فعلا. هو العلم هو كان حل اللغز الثاني. الغزنة سهلة اليوم أبو حمد. يستاهلون يوم مطني واحتفالات. مع أنك تقول أنها ميب سهلة. وهي وحيد والله هو اللي كلام كله وحيد. طيب شكرا يا فاطمه وتستاهلين 3000 ريال. ابو محمد ايش قلت صعب؟ اللغز صعب. اللغز صعب لكن صح لسان. هذه اللغز. متاكد انه صعب ابو محمد؟ نعم. له استدارات عليها كثيره. هذه ما يدخل عليها. هذه والله ما فهمت الا بشق الامس. شكرا يعطيك العافيه. له استدارات عليها كثيره يعني. المول. نعم تستاهل 3000 ريال. إذا حل اللغز كان العلم. اللغز الأول يوم الوطني. اللغز الثاني العلم. الله العالم. اللغز الثالث وش هو؟ ما أدري. أبو حمد نطرح اللغز الثالث. اللغز أكيد الحدود. غالية في كل عام تحلى بالجمال. غالية وفي كل عام تحلى بالجمال. درة مصيونة في كنف حمايها. درة مصيونة في كنف حمايها. من غلاها دونها ترخص أرقاب الرجال. من غلاها دونها ترخص أرقاب الرجال. لا تفكر في العواذل ولا في رايها. لا تفكر في العواذل ولا في رايها. انتهى اللغز يا أبو ثامر يا مشاهدينا الكرام. نعم إذن هذا هو اللغز الثالث مشاهدينا الكرام. الحقيقة خلوني أخذ آراء ضيوفي في اللغز الثالث. عسى شوف إذا كان اللغز صعب نعطيكم مجال تفكرون أكثر. إذا كان اللغز سهل نأخذ اتصالاتكم. وصباح اللغز أنا أشوفه وسط. وسط. أبو سعيد أنا أشوفه سهل. سهل سهل. نعم سهل سهل. أبو حمد جدا سهل. أنا اليوم سبحان وسط. الله وسط. أنا يا جاري كلمة أخويك ما تمخالف. أبو عبد الرحمن سهل سهل. اللغز طيب سهل يحلونه إن شاء الله. أبو مسفر أنا أشوف اللغز سهل وعز الله أبدع اللي أصاغه. أخذني معه في جو ثاني صراحة. طيب أبو محمد صح لسانه والله. طيب حسان صح اجمل لغز انا عندي في الحلقه صراحه. يمكن من محبتنا وسهل. سهل نعم. إذن مشاهدينا الكرام بالاجماع من ضيوفنا الاعزاء اللغز صعب لذلك راح نعطيكم مجال تفكرون في حل اللغز. ان شاء الله تقدرون توصلون للحل باذن الله. يعني ما ادري شو الصعوبه فيه لكن هم يقولون صعب لكن ان شاء الله بتحلونه. معني انا اشوفه سهل والله بس ان شاء الله تقدرون توصلون للحل. اذنها اليمنى ميتة اسمع. اذن اليمنى اقدر ميتة اسمع بس تسمع اليسرى. طيب ابو مسفر نبي بعد قصيد.
حاضرين. احنا مناسبة غالية، وايضا قصيد الوطن دائما ما يشد الانتباه. انا ابو ثامر نحب اي شيء في الوطن نحبه. ابو ثامر ولا هنون الربع قصائد وطنية بيض على وجهك في مكانها، وهذا واجبكم يعني كشعراء، واجب علينا ومفروض بعد. يقول شعب يثور وشعب وضعه يحيرك، ومن شان كرسي شعب يحكم بالعدام. الله يعزك يا بلادي وينصرك، ويعز من شعبه عزيزين وحشام. يا ابو حمد عليك تصدير اوامرك وجوابنا لبيه وابشر وقدام. سلام. يا ابو حمد عليك تصدير اوامرك وجوابنا لبيه وابشر وقدام. شعبك لسكات المقادير ذاخرك، وارواحهم تفدى الوطن شيخ وغلام. واكبر فخر للشعب واكبر مفاخرك انك ولد من بلعطى حط مرقام. يا سلام. قديح نظراته تشابه نواظرك، حمل الوطن والشعب ومنهم ونام. شتان بين اللي فعايله، شتان بين اللي مواقفه تجبرك نعم توقف الفعل حب وجلال وكرام. كرام. وبين الذي فعله يغثك ويقهرك طاغي وحكمه ظلم في كل الاحكام. السلام. وحنا بوقت كل ما فيه ينذرك يا العاقل اللي تملك ادراك كلها. الله سلام. الله صح الله يسامحك ويرضى الله وجهك وجهكم بي صح الله يسامحك المسفر وفيت وطنك. اي والله وفيت وفيت ما قصرت. بيض الله وجهك هذا قصد طيب يا مسفر. طيب احنا اخذنا من الشاعر قصيده وطنيه، بعد ابو سعيد نبينا جره وطنيه. حاضر ان شاء الله. بيض الله وجهك. عندي هذه الابيات للشاعر معروف محمد بن فطيس. نعم من الشعراء المعروفين. شاعر ما يحتاج مسي عليه بالخير ابو فطيس. مسي عليه بالخير برنامجنا. نعم والله ان شاء الله يصح لسانه سامعين. بس يقول يا علمنا رف من فوق السحاب، من فوق السحاب والتفت وتشوفنا حولك نحوم. يا سلام. افتح ابواب المجره باب منزلك بين الكواكب والنجوم. نجوم من دمانا يكسي خدودك اخضاب ومن بياض وجيهنا تلبس هدوم. يا سلام. هذه الابيات اللي حضرناها. صح الله يسامحك. سلام اللي يسمح بالوقت. قصيده ولا قصيده طويله؟ صح الله لسان شاعرها. بيض وجهك يا طيبه. اصلها عرضه. اصلها عرضه القصيده. ابو سعيد لحن عرض. لحن عرضه. هي عرض هو اللحن. بس تعيد لنا ابياتها ابو سعيد ولا تهون. يا علمنا رف من فوق السحاب والتفت وتشوفنا حولك نحوم.
افتح ابواب المجره باب باب, باب, باب منزلك بين الكواكب والنجوم من دمانه يكسي خدودك اخضاب من بياض وجيهنا تلبس هدوم. يا سلام وتاليها طويل يا سلام اكثر منها على قد الوقت وجهك وجهك سعيد صحة الدار لك مشاركات في اليوم الوطني يا ابو سعيد احنا ان شاء الله انك بتشارك معنا باذن الله والله انا ما نستغني من جره الربابه انا على حسب الطلب لليوم الوطني وللوطن كامل بكمل ايام الله وجهك بكمل ايام وعاد اليوم الوطني لحق اكيد انت شاركت حتى في بعض المناسبات الخارجيه لتمثيل دوله قطر ابو سعيد نعم شاركت في عده امرار عدة أماكن في التراث وين يا أبو سعيد؟ تراث القطر تذكرها الأماكن اللي شاركت فيها صحيح. خارج صحيح. دولة قطر صحيح وين أبو سعيد؟ مع وزارة الثقافة شاركت في روسيا شاركت في فرنسا شاركت في تركيا شاركت في النادرية السعودية النادرية إيه هذا في اليابان أنا مشاركات أو كوريا أنا قطعت فيها وفي الوطن أشارك دائما سين بالنسبة للمناسبات هذه اللي تشاركون فيها أبو سعيد يعني بخلاف يعني جرة الرباب وش بعد في عندهم؟ فيها تمثيل للتراث كلهم للتراث الزي القطري الهوية القطري أيضا نعم موجود الزي القطري موجود هناك والربابة والربابة وشغلات كل شغلات التراث كلها يكونون موجودين متواجدين كلهم كل الصناعات اللي يصنعونها يدوية وكذلك الأشياء كلها تكون موجودة في فعاليات المهرجان. نعم، من الجميل أبو مصفر ضيفنا الكريم شاعرنا العزيز. الله يعني. إحنا ننقل مثل هذه الثقافة أيضاً تراثنا تراث آبائنا وأجدادنا أيضاً في المناسبات الخارجية. يعني إحنا مثل ما نشوف مثل ما ذكر أبو سعيد روسيا فرنسا يعني ننقل مثل هذه المعارض أيضاً هناك ونشارك فيها. ما في شك هذه بادرة طيبة وتشكر وزارة الثقافة على الشيء هذا. لأنهم مثلونا خير تمثيل صراحة أكيد. يعني بهويتنا بتراثنا نعلم للدول الثانية عندنا تراث عندنا أكيد. شيء يمثلنا وسيلة نعم بهو وسيلة نعم وهذه الأشياء اللي تجمع الشعوب تخلي حتى الشعب الثاني يعجب في اللي عندك ويشوف وش عندك من تراث أكيد. من هوية نعم أيضا محمد هي من باب المعرفة يعني يعرفون قطر يعرفون أهل قطر عاداتهم تقاليدهم تراثهم صحيح لأنه طال عمرك يقول لك مثلنا الشعبي يقول لك اللي ما له أول ما له حاضر نعم فتراث في كل بلدان العالم البلد اللي ما لها تراث وتحضره وتعتني فيه وتظهره للأجيال الجديدة وللناس اللي ما يعرفون عن البلد هذا لأن التراث هو تاريخ هذا البلد تاريخ أي بلد موجود نعم ولذلك صحيح. كل بلدان العالم أنت لو لاحظ تلقى كل بلد لها تراث معين متمسكة فيه فعلا. سواء تراث غنائي أو تراث مثلا شعري أو تراث مثلا مباني أو أي شيء فعلا. فتلقى ما يعكس هوية الوطن ما يعكس هوية البلد نعم. نعم لأنه إذا ما للبلد تراث فما لها قديم يعني ما لها تراث معناتها البلد هذه بلد حديثة النشأة أو ما لها جذور في التاريخ أكيد فعلا صحيح لكن التراث هو ما يثبت جذور البلد في التاريخ صحيح. نعم وهذا يجب أن نظهره للشباب شبابنا وللناس اللي ما يعرفون عن قطر نعم. من غير مقاطعة شيء طيب أكيد. محمد جينا قبال حائل من الناس الموجودين من الناس الموجودين بعضهم يعني مبتهت يشوف طيب. يقعدون عندنا ما يروحون طيب بسعيد يعني خل تركيا مثلا والجنادرية يمكن هذه شوي احنا نكون وياهم لكن بالنسبة لروسيا مثلا روسيا وفرنسا روسيا والله في اقبال بسعيد روسيا وفرنسا والله جانا عليها اقبال شديد وش اقبال من الصبح لليل ما يروحون الله اكبر يتوافدون نعجبهم المنظر نعجبهم ايضا ما شيء يشربون قهوه وجره ربابه بسعيد يلعب الدور هناك وكل شيء ربابه على طول لا جاوا حضروا كله يقولوا بسعيد يشربون قهوه بعد هناك مستغربين موجوده مستغربين منها قهوه وفيها قدوع وفيها جون لا مستغربين كلهم اكثر ما عندهم شيء جديد عليهم يحضرون عنده عند قهوه البن عند جره ربابه وعند ويعرضون على كل ما هو موجود لكن يتواجدون هنا دائما عند القهوة ليل في الليل شقالين الربع بعضهم والله وجيهم أمسي عليهم بالخير
والله يقول ابو محمد بعضهم يوجع راسه اذا اصبح يبي القهوه. والله انهم والله انهم مجتهدين مسؤولين الثقافه بيض الله وجيههم. عز الله انهم مجتهدين بيض الله وجيههم. وطبعا احنا ايضا نوجه لهم رساله شكر بيض الله وجيههم على مثل على اقامه مثل هذه المعارض ايضا وبالذات في دول مثل روسيا وفرنسا ايضا بلا شك انها التعريف بدوله قطر واجب على الجميع. ابو صبح مثل هالمعارض ننقل من خلالها تراثنا في بلدان ايضا يمكن دي اول مره تعرض فيها مثل هذه العادات والتقاليد مثل حتى ما قال سعيد يمكن حتى القهوه بعد موجوده هناك القهوه والقدوع. نعم هذا يعتبر تبادل ثقافات. اكيد تبادل ثقافات. احنا نروح نشوف اللي عندهم هم يشوفون اللي عندنا احنا نعرض اللي عندنا هناك يمكن هم ما يقدرون يصلون عندنا فاحنا نروح عندهم ونعلمهم بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا يوصلها اللي عندهم وهذا شيء طيب يعني اكيد وشيء بعد نعم. يمكن يشد الانتباه نعم. خصوصا عندهم ولا ابو حمد تعريف وخاصه القهوه يعني تعريف الهويه تعريف الهويه من القهوه هذا اسمع يوجع راسه ونصبه اللي هو بعد مضبوطه ثقيله تسمع وهم عاد يطيحون فيها ليش مع تمر مره ومع التمر راح تسمع لا بس انه يشوجع يصدق اي بكره عاد يجي طعمه كل مره قطع الزل بالذنب على ابو سعيد وعلى اهل الثقافه اللي معه الله يجزاهم خير. لا دائما يتواجدون لين ينتهي المهرجان. عندنا دائما يقول والله ما يقعد ظهره في القهوه يظهر ما يقعد ظهره. والله والله هذا دليل ان المعرض شد انتباههم بدرجه كبيره جدا. والله انا شايف يعني تقول من الصباح يقول لك لليل وهم متواجدين بالمعرض. لليل متواجدين كلهم. شوف نشوف المتحف. لا وبعدين نشوف المتحف. لا وبعدين يعني متواجدين على طول الايام اللي مفتوحه. لا مو بسيط ابو تامر ترى القهوه الثقافه هاي اللي يروحون برا ترى القهوه يعني لا والميزه يعني المباني ولها طقوس اكيد يعني ليش الحديث حتى اكثر شبابنا للاسف يعني ما يعرف طقوس القهوه. ابو محمد انت تقول لي لها طقوس. لها طقوس. طيب انا ماخذ هالطقوس هذه بك تعدها لي ولكن بعد ما نطلع فاصل مع مشاهدينا الكرام ونرجع بنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع ابو محمد فاصل ونواصل معكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة أخرى وقبل ما نتكلم في اللغز الثالث خلونا ناخذ الطقوس اللي ذكرها محمد بالنسبة للقهوة. أنا يمكن شدتني اسم طقوس للقهوة العربية محمد. يعني طريقة يعني نبغى نسهل كلمة طقوس عشان تكون مفهومة عند الجميع. طيب فالقهوة طال عمرك نعم. حتى يعني في يعني في درب الساعي كان بودي أن يكون فيه شخص موجود ويشرح للي اللي يزورون يعني ما يكون المعرض للتفرجة بس. لا مو للتفرجة محمد. يكون فيه شخص يشرح. ولا قاطع كلامك الله بالخير. في درب الساعة في كذا مكان في شبة ضوء وفي قهوة في عندها لا رجال يزينها ويزين القهوة ويزين كل شيء. وبعد طال عمرك ما نسمع عن الدليل السياحي نسمع عن الدليل السياحي يجب أن يكون والله من رأيي أنا اسمه دليل تراثي دليل سياحي دليل تراثي كل ناس يقول تغيير والله. ها بدل الدليل السياحي اسمه الدليل التراثي يكون موجود في هذا المكان وإذا جاءوا ناس مو بس يشوفونه بس لا يشرح لهم سواء أجانب أو هالقطر على أساس يكون الدرب الساعي يعطي الهدف اللي أميرنا ودولتنا بلا شك أن الدرب الساعي أبو محمد أن الدرب الساعي للتعريف عطل هدف وصار له أكثر من سنة أيضا كان له أقبال ونجاح باهر وكبير بحيث أنه يعرض العديد من الفعاليات لتمثلنا في قطر في تعريف والله في تعريف وناس يعرفون بهذا الطقوس الحين ناخذها احنا قبل الطقوس ابي اقول كلمه ولا قاعدك تفضل والله يا الربع انهم يشكرون صراحه على جهدهم الجماعه اللي في درب الساعه صحيح يعني والله انهم يعني قايمين جهد بجهد جبار صراحه صحيح بيض الله وجهك واشكر ابو محمد على الاقتراح اللي سواه اللي قال لنا الحين تراث السياحي الطقوس الدليل السياحي القهوه انه واحد يروي الشباب يشرح 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 طيب كيف الطريقه؟ طيب عطنا طقوس القهوه هو القهوه طال عمرك معروفه بس انا بعطي مثلا لان المجال ما عندنا ذاك المجال للشرح ابدا مفتوح ما عندنا ذاك الوقت مفتوح يعني بس طال عمرك انا يعني مثلا عندك النجر نعم. وهذا هو النجر ودي راعي الكاميرا ياخذه النجر اللي يدقون فيه القهوه طيب
خذوا لنا صوره النجر. هذا هو النجر، خذ النجر. نعم هذا النجر اسمه النجر، وبعض الناس يسمونه الهاون. طيب النجر هذا هو النجر الماو. طيب يسمونه نجر الماو. طيب هذا طال عمرك له طريقه الدق فيه الكهو، يعني مثلا مو بلا الدق وبس، مو بلا الدق، وهذا الدق فيه طال عمرك بسرعة القهوة. ودائما بعد صلاة الفجر كل الشيبان من الأولين بعد ما يصلي يشب ضوه القهوة، يجيب النجر ده طال عمرك بدال ما يروح للجماعة مثلا هو طالع من المسجد يقول تفضلوا عندنا القهوة، يدق النجر يدقها تسمع الصوت، صوت النجر. هذا الصوت مثل قولة قلطو، تفضلوا يا جماعة فعلا. حتى أي واحد مر في الشارع مثلا وانت تبغيه يجيك يقلط عندك تعطي رنة لهذا النجر، وبعدين يتفننون في الرنة على صوت، يعني لو في مجال كان أسمع أسمعك الرنة، طريقة الرنة مع دق الهيل أو القهوة، فيعطي الرنة ذي كأنه واقف على الباب ويقول يا جماعة تفضلوا. أي واحد غريب، أي واحد يبغي قهوة مر يقلط عند الرجال، مثل لو انه واقف على الباب يقول تفضل اقلط. انت حافظ الرنه قربها طال عمرك عشان ابو محمد اعطني وقتهم. نعم هذه من الطقوس القهوه، يعني في اشياء طبعا هذا هو النجر، وهذه ودنا ان يعني النجر لازم يكون ماشي على الارض. انا صراحه ودي ان الهيل موجود لان بتسمع صوت، الحين تسمع صوت تحت، لكن لما يكون الهيل موجود ما تسمع الرنه التحتيه هذه. طيب اعطني الدق لنا في الليل هذا لما يسمعون يقول لك اقلط تفضل. ابو سعيد يقول يا حي ذا العين. اي والله سمعنا شيء هذه من بعض يقول بيض الله وجهك محمد وما قصرت ولا لهينك بن حميد. ونجر اذا حرك تزايد عباره، ونجر اذا حرك تزايد عباره اللي هو الصوت ما يتحجب عن الجار لعاد ولد الله ما شاب ناره. النجر والمحماس والدله تسمع لها مكانه شبت الضوء، شبت الضوء. نعم هذه شيء مقدس والآخر الدنيا، هذه كلها من الطقوس اللي ذكرها أبو محمد بالنسبة للقهوة. أما الآن نرجع مرة أخرى معكم مشاهدينا الكرام للغز الثالث، ومعنا اتصال من سلطان من الشيحانية. مرحبا يا سلطان. الله يرحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مسهلا. مساكم الله بخير. الله يمسيك برضا والعافية. رمعتك يا سلطان. رمعتي الله يسلمك. دولتنا الغالية الله يحفظها ويحفظ ولاة أمرها وشعبها من كل سوء مكروه. صح حسانك والله تستاهل دولة قطر. نعم صح حسانك تستاهل كل دولة ريال يا سلطان. بعدين لك أبو محمد سلطان، شلون عرفت أنها الدولة؟ والله من الشطر الثاني في البيت الأول، درة المصيونة كانت حماية ولا عذبها غرام منها عندنا كانت حماية. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا سلطان. وتستاهل 3000 ريال، تستاهل 3000 ريال يا سلطان. إذا أول لغز راح ب 2000 ريال صح ولا لا؟ نعم نعم. الأول 3000 لا، الأول 2000 2000 الثاني 3000 والثالث 3000 والرابع إن شاء الله دق بريك دق بريك. عبد الرحمن كيف دق بريك؟ والله علما ما يشرف الرابع. لحظة عبد الرحمن دق بريك شلون يعني صعب؟ صح من الحين تعطينا رايك؟ حرام. انا قلت والرابع انا توقعت الرحمن يقول 3000 قال دق بريك. طيب انت وكل الله واطرح اللغز الرابع ابو محمد ولا تهون؟ اللغز الرابع يا ابو ثامر وشاهدنا كرام والله مثل ما تفضل كل عجميات فيه. طيب يقول ويش رجل ساكن متمكن له في مكان، ويش رجل ساكن ومتمكن له في مكان، لا صفى له صاحبه صعب ان يغادر من مكانه، لا صفى له صاحبه صعب ان يغادر من مكانه، اخر اسمه لا حذفته ما اختلف نطق اللسان، اخر اسمه لا حذفته ما اختلف نطق اللسان، باقي اسمه ينعرف مكان لهذا الحذف خانه. باقي اسمه ينعرف مكان لهذا الحذف خانه. ويش رجل ساكن ومتمكن له في مكان، لا صفى له صاحبه صعب ان يغادر صعب يغادر من مكانه، اخر اسمه لا حذفته ما اختلف نطق اللسان وباقي اسمه ينعرف مكان لهذا الحرف مكان 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 لهذا الحرف خانه، مثل ما قال ابو عبد الرحمن. اذا بريك يا حسن. طيب اذا هذا هو اللغز الرابع، والحقيقه بوادر
تبشر توقعات تبشر بخير, بخير. هي إن شاء الله تبشر بخير, ولكن أتوقع أن اللغز صعب جدا جدا جدا. خلص أنت تكلمت بلساني. طيب أبو مسمر ما في شك نفس اللي كنت صعب. أقول صعب جدا جدا. أبو عبد الرحمن أعطيتك رأيي عادني دق بريك. أبو سعيد والله أنا أقول صعب. سهل؟ لا لا صعب. صعب؟ بيض الله يجزاك. ما معك حد الليلة. لا بصراحة كذا مالك لواء. صعب. أنت قلت جدا 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 ثلاث, أنا أقول لك 10. الله يعينهم الله يعطيه نشيط. أنا أقول اللهم أمين. إن شاء الله ما له مدخل. يا رجل له مدخل صراحة. لا والله ما دخل, بس يبي وقت بطي الوقت أسمع. ولا لا في لا مدخل أسمع. طيب طيب أنت شو تقول؟ شو تقول الحين؟ أنا أقول جمعيات أبو محمد كلها فيه. تكدين يا ربع الى الى حل اللغز او مضى الوقت ملاحظه بسيطه. طيب خلاص كذا طبعا بنعطيكم مجال تفكرون في حل اللغز الرابع. اللغز الرابع يقولون الربع انه صعب جدا. والله بغيت اقول الحل. انا بغيت التوضيح وضحنا شيء بس. طيب بنعطيكم مجال تفكرون, بنعطيكم مجال تفكرون في حل اللغز, بس ان شاء الله انكم كتبتوه, يعني هذا اللي انا اتمناه. خلنا نعيده, بنعيده لكم. خلنا نعيده. محمد لتهون نعيده. ويش رجلا ساكن ومتمكن له في مكان, لا صفا رجلا ساكن ومتمكن له في مكان, لا صفا له صاحبه, صعب اني غادر من مكانه, لا صفا له صاحبه, صعب اني غادر من مكانه, اخر اسمه لا حذفته, ما اختلف نطق اللسان, اخر اسمه لا حذفته, ما اختلف نطق اللسان وباقي اسمه ينعرف, ما كان لهذا الحرف خانه, بعد ما ينعرف ما كان اذا حذفت اخذ حرف الحرف ما يتغير, وباقي اسمه طيب. ينعرف ما كان لهذا الحرف خانه. طيب والله تقول 10 ادبل جدا. ادبلها. صعب يا ابو حمد. اقول ادبل 10. طيب حلو الاخوان شم على الحين. ابو صباح ان شاء الله في مجال تغير رايك ولا مصمم؟ لا انا اقول لك انت قلت ثلاثه جدا 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 قلت لك 10. طيب ابو سعيد انا احس انك انت بتغير رايك, بتقول سهل ولا بتقول متوسط ولا؟ لا والله انا اقول صعب. لا والله انا اقول صعب, لا اقول جدا جدا لكن صعب. ابو عبد الرحمن ما يحتاج عبد الرحمن ندق بريك, احنا دائما موضوع زين ونجح نشيط شله ان شاء الله. ان شاء الله ولا نشيط ولا نشيط والله بعد سكرت ابو جهه العالم الله يجزاك خير. ان شاء الله يحلون ان شاء الله. لا بيجيه نشيط ان شاء الله. اقول لك ابو محمد حتى النشيط ما في. يقول لك ابو محمد حتى النشيط ما في. حاول فيه النشيط, حاول مسحوب الهاند بري على ما قال ابو عبد الرحمن. لا بس انت سكرت الحين وجهي لا وهو مسكر. لا مو مسكر شو اسوي؟ ها؟ ما هو شو اسوي؟ لا والله مسكر. انا ما قال شيبتنا ذاك اللي مجلد بالسلاح. شو يقول؟ الشيبه اللي مجلد بالسلاح اللي انا قلت. طيب يعني ما في مجال. ما في مجال. طيب احنا بنعطيكم مجال تفكرون وان شاء الله ان شاء الله يكون سهل وتخيبون جميع التوقعات اللي قالوا اللغز صعب جدا 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 جدا. كم 20 ولا 10؟ 10 ان شاء الله نبي نحل. ان شاء الله نبي نحل باذن الواحد الاحد. طيب ان شاء الله ابو مسفر استعداداتك لليوم الوطني؟ استعدادنا ان شاء الله بكل جديد. والله مستعدين بقصايد واحنا فداء الوطن في القصيد وبالارواح. زين قولوا وفعل اكيد في قصائد جديده من ضمنها القصائد اللي سمعناها اليوم. نعم. طيب بعد نبي نسمع قصيدة. حضري في الله يسلمك قصيدة طبعا كتبتها عن العلم وحاولت أني أجيب سبب تسميته وسبب بيض الله وجهك. نتمنى إن شاء الله إحنا نوفقنا في الوصف. يقول ما دام المسامع ضامية والجزال عدود بجاهر بصوتي وارفع بجاهر بصوتي وارفعه وافخر بجهره. الله. ما دام المسامع ضاميه والجزال عدود بجاهر بصوتي وارفعه وافخر بجهره. يقولون حب الموطن عكسه المردود وانا اقول ما يوفيه عمري مدى دهره. وطنا بحر وابراج وارض وسماء وحدود تعيش ونعيش بعز وعداك من قهره. رجالك جبال شامخات وذرى وسدود شعوب الدول من وقفه الشعب من بهره. بدوا مع حضر وقفاتهم من عصور جدود سلام. تساووا بعشق الجاد للفارع المهرة. عهدهم لها كلمة وهم قدها وقدود قطر حبنا لك ندفع أرواحنا مهرة. الله سامك. الله صح. الله سامك.
بدوا ما حضروا وقفاتهم من عصور جدود تساووا بعشق الجادل الفارع المهرة عهدهم لها كلمة وهم قدها وقدود قطر حبنا لك ندفع أرواحنا مهرة علشان تبقى السارية حبلها مشدود وعلمها يرفرف فوق الدارة مزدهرة على مديرة كفيلها بلوفة ممدود على مديرة بفعال الأبطال مشتهرة خذا لون دم جدودنا والعدو مضدود وعلى رفعته دم المعارك جرى نهرة خذا لون دم جدودنا والعدو مضدود وعلى رفعته دم المعارك جرى نهرة وخذا من بياض اللون رمز ما هو محدود فقط للسلام اللي خذا منها الشهرة يمثل بياض وجيه يوم مع عنه صدود وبياض الفعول وخصمها مات في قهرة وخذت روسها التسعة دليل من المعدود قطر تاسع للتصالح قطف زهرة وإذا جاء نهار فيه صايح ولطم خدود أموت بشرف وعداه مد النساء وطهرة الله عليك حتى بعد يمكن بعد القافية يمكن شدتني الحقيقة صح القافية من بهرة لكن تحكم فيها لكن تحكم فيها وما عسر فيها أي قافية بيض الله وجهك ومصبر وصح الله لسانك طيب نرجع مرة أخرى للغز الرابع اللي قال الأخوان إنه سهل ولا صعب بصرك والله بصرك أنت شو تقول أنت أنا شو أقول يعني وش تقول صعب ولا سهل اللي أنت تقوله اللي أنا أقول نعم أجل أنت شو تقول سهل سهل أنا بخالفك اللغز هذا صعب بصرك خالفني خلهم يضجرون عليك ويرضون عليك اللغز هو يقول أبو محمد غير رأي يقول اللغز سهل أي نعم سهل جدا غيرت وإن شاء الله بشاير من الشحانية تحله إن شاء الله مرحبا بشاير السلام عليكم يلا حيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سهل هلا والله ممكن تعيد مرة ثانية اللغز أعيده إن شاء الله أتمري نمر ويش رجل ساكن ومتمكن له في مكان لا صفا له صاحبه صعب أن يغادر من مكانه آخر اسمه لحذفته ما اختلف نطق اللسان باقي اسمه ينعرف مكان لهذا الحرف خانه ويش رجل ساكن ومتمكن له في مكان لا صفا له صاحبه صعب أن يغادر من مكانه طيب آخر اسمه لحذفته ما اختلف نطق اللسان باقي اسمه ينعرف طيب قرب لي شوي للناس أنت أعطيني الرمع والباقي فوالله عليه سبق زهلي يقرب لي وأنا بعطيك الرمعتي أبشر أنا أقول أربع أشطر فيها نطق اللسان وفيها يلا هذا لا علاقة في اليوم الوطني نعم يتعلق باليوم الوطني يعني مش باليوم الوطني بشكل تحديد لكن يمكن يذكر في الحياة الزوجية وكل شيء الحياة الزوجية نعم وفي الوظيفة يلا يحذفون الهمزة هو في الوظيفة نعم ما أدري ولا أو أقول درب الساعي ما أدري والله لا حددي لي رمعة أقول الوفاء شلون الوفاء الوفاء والولاء أيوة الولاء 3000 ريال تستهلينها الله يعافيك تستهلين صح لسان بشاير أنا طبعا إحنا مقبلين على اليوم الوطني 18 من ديسمبر ذكرى الشيخ جاسم محمد بن ثاني أكيد هناك استعداد من الجميع لاستقبال هذا اليوم شلون استعدادكم يا بشاير والله إحنا مشاركين معهم إن شاء الله في درب الساعي مرحبا نتشرف ولا شك لابد يعني بلا شك لابد أن الجميع يشارك في مثل هذا طبعاً. اليوم الغالي العزيز بس شلون عرفتي إن الوفاء يا بشاير بصراحة بالصدق مساعدة من أختي طيب تستاهلون 3000 ريال إذا حل اللغز كان هو 3000 ريال ومثل ما ذكرت اللغز كان سهل لا بدي اروح ولا بدي اروح ريال عندك هو عنده تعقيب ضاع التعقيب وضاع الكلام قلت لك اللغز انا قلت انا قلت انا بعد قلت لك انا كنت غلطان من الاول يوم قريت اللغز لقيت انا قلت لكم بيجيني شيء اذا محمد كان تحليله كان تحليلي ما هو صح لا لا التحليل الثاني كان توقع في مكانه كان توقع نعم بيض الله وجهك لأني ركزت وجهك على جميع لقيت فيها مداخل وين دق بريك أبو عبد الرحمن يا رجال الله ما تمشي بحمولها إذا مشاهدينا الكرام اللغز الرابع كان حل الولاء والوفاء راح نشرح لكم اللغز ولكن بعد هذا الفاصل خلوكم معنا
حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى من برنامجكم برنامج رمع، لنواصل ما تبقى معنا من الوقت معكم، وأتمنى إحنا إن شاء الله قدمنا حلقة تحوز على رضاكم وأيضا على استحسانكم. نشرح لكم اللغز الرابع، يمكن هو كان حديث الجميع أن اللغز كان صعب بمعنى الكلمة، ولكن كان لأبو محمد وجهة نظر مغايرة الحقيقة. يمكن هو في البداية قال صعب، ولكن غير رأيه في الفترة أو في الأونة الأخيرة وقال اللغز سهل جدا، ولا لا أبو محمد؟ لا عاد جدا دي من عندك. طيب اللغز تشرح لنا يا ولد أبو محمد. أنا قلت سهل نقطة. طيب ما في جدا. طال عمرك اللغز. أنت عندك طبعا تعقيب أبو عبد الرحمن، بأخذه منك بعد. اللغز جيد، اللغز جيد. ما عندك تعقيب زين. صح لسان رعية. نعم. وإيش رجل ساكن ومتمكن له في مكان؟ في القلب. نعم. هذه أول نقطة. في قلب الإنسان. في القلب. هنا في قلبه. نعم. لا صف على صاحبه صعب أن يغادر من مكانه. إلى صفية الولاء للدولة أو للأمير أو للكوم أو الوفاء للبلد لوطنك. نعم. أو الولاء لمن تحب. صعب أن يتغير. فما يتغير، دائما هو في قلبك. نعم. في قلبك. آخر اسمه لا حذفته، ما اختلف نطق اللسان، لأن فيه الهمزة. الهمزة. شليت الهمزة يبقى على ما هو عليه. نعم. الولاء والوفاء بدون فعلا. الهمزة. صحيح. باقي اسمه ينعرف ما كان لهذا الحرف خانة، كأنه ما هو موجود. كأنه هو موجود. سواء نعم. موجود أو ما هو موجود ما يتغير. نعم. ينطق كذا أو كذا. ينطق الوفاء كذا أو الوفاء. كذا. نعم. يعني نعم. ممكن يكون. صح صح. صح. أنا أتوقع أبو صباح إنك أنت كان عندك مشكلة في شرح بعض النقاط. في آخر الشطر هذا. وبالذات كان مفاتيح للغز، قلت إنه ما في مفاتيح. نعم حتى مفاتيح ما تكلمنا عن مفاتيح أنا. لا أنت قلت إني ما في مفاتيح باللغز. ما تكلم عن مفاتيح. طيب شو تقولي صعب؟ أنا ما عندي مفاتيح. ما عندي مفاتيح لها كان. يعني ما في مفاتيح باللغز. أنا ما عندي له. طيب. كان عنده التباس واتضح له. طيب أبو محمد أنتوا كلكم بالإجماع قلتوا اللغز صعب، ولكن محمد قال اللغز سهل. بس أبو محمد غير رأيه. طيب هو غير رأيه يعني أكيد إنه أن ليش غيرت رأيك أبو محمد؟ لازم الواحد إلى يعني الإنسان يغير رأيه لازم. لا يا أبو محمد. يعني لا يا أبو محمد. ما يصر إذا لقى مثلاً هو ماشي في طريق. نعم. بدأ الطريق لقى الطريق الثاني أسهل. أقرأ. مع الأسهل يعني، فأنا اكتشفت بعد قراءتي لأني ما قريته وتمكن نعم. فيه فلقيت فيه مفاتيح. ترى الله يبارك. وطلع سهل اللغز. طلع سهل وفعلا طلع سهل. كان توقعكم محمد. لا صحيح. ترى الكلام محسوب. في احد ساهم معكم محمد انا ما حد ساهم معي كلنا. احد قال شيرين، احد قال مسكت بريك، واحد السيف سهل. طيب قلت انا قلت سهل بعد. انت قلت سهل عقب ما قلت انا سهل. لا اول كان قال سهل بعدين قال صعب. ما سمعتك انت قلت انا البدايه انا اللي سهلت الطريق. ابو محمد انا ما تسمع بعدين انت قلت بس انا اللي سهلت للمتصل انه يحل اللغز. اي عقب ما قلت سهل راح خلاص. طيب لا بس انا سهلت يعني انا لو ما سهلت كم راح بينهم صاحب اللغز. وش رايك ابو سعيد؟ انا قلت سهل. انا اقول صاحب اللغز نشيط هو اللي حله. طيب وش رايك ابو اصبر على الرمح. لو نعم على الرمح اللي رمى هو نشيط. لو اعطى اسقاطات على اللغز حد بيحله؟ صعب صراحة. صعب أبو حمد. لا بس أبغى أقول أبو محمد حاجة، إن كلامه هذا كله الله بيجده منه. استغفر الله. هذا اللي أنا أقوله. أنا برا الموضوع. طيب. شريك الله. لا ما شريك الله. بعدين أبو محمد يقول إذن اليسرى ما تسمع كلامك. لا هو يقول يمنى. لا أنت. والله هو يقول يمنى. أي لكن هو إذن اليسرى ما تسمع كلامك. انت تقول صعب او تقول سهل. يمكن هو اصلا هو مش ما تسمع اللغز. هو اللغز اعدته بعضك ابو حمد. ابو حمد اللغز كان صعب لكن ابو محمد قال انه سهل وكذا. قلت والله من ابرادها في خاطر ابو محمد عشان كذا سهلنا اختنا بشير وهي تستاهل 3000 ريال تستاهل الحقيقه. ما راح اعيد وخير. طيب اذا نرجع مره اخرى لشاعرنا الكريم ابو مسفر اللي بنختم معك ايضا بقصيده ان شاء الله. يض الله وجهك. وجهك كبير. يقول من غيرك اللي يقدر يطوع الصعب الله حتى التنازل في رصيدك الضيفه لحظة اخطابك وقف وردد الشعب والله ما ننسى حمد بن خليفة. السلام عليك. من غيرك اللي يقدر يطوع الصعب حتى التنازل في رصيدك الضيفه لحظة اخطابك وقف وردد الشعب والله ما ننسى حمد بن خليفة. لا انت يا راس ما ميل ولا تعب ولا الشعب ذللت الظروف العنيفة يوم أكثر شعوب الدول عاش وبرعب يمسي ويصبح تحت صوت القذيفة. الله عاش المواطن في قطر عالي الكعب وتلذذ بطعم الحياة الشريفة. سلام. لحظة حزن لحظة فرح موقف صعب
ترجل الفارس وقدم رديفة. لحظة فرح لحظة حزن موقف صعب، ترجل الفارس وقدم رديفة. شكرا حمد في حزة ما بها لعب، ويا مرحبا يدرع شعبك وسيفه. لا تحزن الدولة ولا يبكي الشعب. هذا تميم بن حمد بن خليفة. الله عليك صح الله لسانك، بيض الله وجهك. الله يصحك الله وجهك سيدي. حم الله توها جديدة، اقول لك تستمر معنا على البرنامج وبعد الهواء. بيض الله وجهك. لا تحزن الدولة ولا يبكي الشعب. هذا تميم بن حمد بن خليفة، هذا الشبل من ذاك العهد. صح صح الله لسانك وبيض الله وجهك. اسره الكريمه نسال الله ان يحفظها لنا ان شاء الله. الحقيقه يمكن ربي ابو مسفر يعني مثال يحتذى به بالنسبه للشاعر القطري بهذا الكم. مثل ما وصلني انك عندك قصائد عديده في الوطن ابو مسفر، بيض الله وجهك وصح الله لسانك، وهذا واجبنا مثل ما ذكرنا سواء كان ابو مسفر او غيره ايضا من اخوانه الشعراء. بيض الله وجهك ويعطيك العافيه. ايضا كان هناك ايضا في استعداد الحقيقه من الفنانين وايضا من الشعراء الشباب في قطر لاستقبال هذا اليوم العزيز والغالي على قلوبنا كلنا. يمكن امس ايضا كان في استضافه للشاعر عايض ابن غيده، ايضا كان هناك اعمال مقدمها ان شاء الله راح تعرض باذن الله في اليوم الوطني. ايضا نوجه رساله شكر وتحيه من خلال برنامجنا برنامج رمعه. ابو سعيد شنطه الطلبات كثيره، احنا حاضرين وعطنا للطلبات اللي عندك يا ابو سعيد والمشاهدين ولكم يا الحاضرين. بيض الله وجهك وراح الضحيه واللي وراه ودنا نعم. ان شاء الله باللي يحوز على ارضاكم. عندي قصيده نعم سبق ان ذعتها، ولكن ان يطلبونها ناس واجد ويكلمونها يطلبونها. وش يا ابو سعيد؟ اخترت هالليله هاي قصيده ل محمد بن عباد السلولي. محمد بن عباد السلولي؟ ايه نعم. يقول فيها يا وليهي لي شهر عيني ترفي ترفي. ايه صحيح. والله اني من فراق الشمل خايف حلوه. ايه حبكم يا صاحبي بالقلب هفي هفة ما عاد له منها نكايف. نعم. هف بهفة حصاة مع مطفي زفها الماء من طويلات النويل. يا سلام. زفها الماء من طويلات. توكل على الله يا ابو سعيد. ما حد يقول فيها. يا سلام. محمد بن حمد شاعر. اي والله. صح لسانك بيض الله وجهك. ما قصرت يا بسيط يا الربع. انا قال لي رجال الحين تذكرت، قال لي رجال
أن أبو ثامر مذيعكم عجيب في الصوت، عنده صوت عجيب خصوصا على الربابة على الهجيني. أنا نسيت الكلام، لكن الحين أبو سعيد يغني وأنا سمعته وأنت ما سمعته، لأن إذن اللي سمعته تسمع يردد معه يردد. فأنا كان بودي والله يعني، لأن ودنا أن المشاهدين يشوفون المواهب الجديدة، يكتشفون المواهب. إيه والله لأنها خسارة الواحد يمسك موهبة كما الشيء طلبته. فأنا كان بودي لا أبشر، لكن أنا عندي شرط. أبو سعيد يجر وأبو ثامر سمعنا صوته. طيب أنا أبشر، بس أنا صوتي الشجية. أنا سمعت أن عندك قصيدة في اليوم الوطني مجهزها وبتعرضها لنا. اي نعم، احنا باقي معنا 3 دقائق. طال عمرك والله انا ما حفظ القصيده على صدري، وهذه مفاجاه منك مثل مفاجاتك فاجاتني. لكن عندنا طال عمرك قصايد مشارك، طال عمرك الثاني تشارك في اليوم الوطني مشاركه فعاله طال عمرك، وعندنا عرض قصايد كلها في العرض. بيض الله وجهك من الشعراء المفتخر فيهم. الله يطول عمرك، تعال والله انا صادق، الله يسلمك. لكن موضوعنا انا دريت انه انا رسم لي خطه. بس ما شاء الله عليك ذكي. الله يطول عمرك. لفيتها من قريب. الله يطول عمرك يا عبد الرحمن. طبعا مشاهدينا الكرام بذكركم بس بالبرنامج اللي راح يعرض في درب الساعي ضمن البرامج اللي راح تقدمها لكم ايضا قناه الريان بمناسبه اليوم الوطني، اللي هو برنامج زكريت، برنامج تنافسي ترفيهي يعرف بالتراث القطري. سيبث يوميا على الهواء مباشره عند 10 مساء ابتداء من تاريخ 8 وحتى 18 ديسمبر ولمده ساعه كاملة. يتناول على تقديم البرنامج الزملاء خالد الجميلي وايضا صباح الكواري وزميلنا حمد العيده. طبعا احنا نوجه لكم رساله من خلال برنامجكم برنامج رمعه، وايضا من خلال قناه الريان بحضور هذا البرنامج اللي راح يكون متواجد في درب الساعي. هناك جوائز قيمه ماليه، هناك ايضا سياره كل يوم لاحد الفائزين او المشاركين في هذا البرنامج، ونتمنى لكم التوفيق. بلا شك ان الحضور في مثل هذه الفعاليات وبالذات في اليوم الوطني واستقبال هذا اليوم العزيز والغالي على قلوبنا واجب على الجميع في هذا الوطن المعطاء. طبعا يمكن احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا المساء، لا يسعنا في الختام الا ان نشكر كل من الشاعر والاعلامي علي بن محمد بن رحمه المري. بيض الله وجهك محمد، وجهك وما قصرت والله يعطيك العافيه. ايضا ضيفنا الكريم وشاعرنا الجميل بطي بن مسفر الحبابي، بيض الله وجهك ومسفر، وجهك والله يعطيك العافيه وصحه لسانك. صح الله. وايضا الشاعر والاعلامي ابو عبد الرحمن سعيد القرني، بيض الله وجهك ابو عبد الرحمن، وجهك والله يعطيك العافيه وما قصرت. ايضا عازف الربابه المعروف سعيد بن دهمه، بيض علي بن دهمه، بيض الله وجهك ابو سعيد، وما قصرت والله يعطيك العافيه. شاعرنا ايضا صباح احدار من صباح بيس، بيض الله وجهك والله يعطيك العافيه. ايضا الكنترول ناصر الزعبي، بيض الله وجهك وما قصرت. الغازل اليوم كانت سهله وفي متناول الجميع، الله يعطيك العافيه وجهك وما قصرت. وجه الربع والمشاهدين الكرام. نعم ايضا إن شاء الله الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام مني ومن فريق العمل، والى ان نلتقي معكم باذن الله في حلقه قادمه من برنامجكم برنامج رمعه. نترككم برعايه الله والى اللقاء. يا كنترول يا كنترول عندي رمعه.